في يوم من الأيام كان في واحد محكوم عليه بالإعدام، وفي الوقت اللي هيتم فيه تنفيذ الحكم سألوه انت نفسك في ايه قبل ما تموت؟ وهنا كانت الصدمة، لأن أي حد طبيعي بيكون حاسس بالذنب بيطلب ان هو يصلي ركعتين لله أو يشوف حد من أهله، لكن الشخص ده طلب ان هو عاوز يشرب سيجارة، وفي الوقت ده كل اللي واقفين استغربوا جدا من طلبه، وكان في واحد من ضمن اللي واقفين قال لهم نفذوا الحكم بسرعة، لأن الشخص ده ما يستحقش حتى انه يعيش دقيقة واحدة. ايه اللي الشخص ده عمله وليه ده اصعب حكم اعدام في الرياض؟ خليك معانا عشان تعرف كل التفاصيل بالكامل، بس اتمنى انك ما تنساش تشترك في القناة عشان ده بيشجعنا على نشر المزيد، ويلا بينا ندخل في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. في يوم من الأيام كان في شاب اسمه أحمد، وأحمد ده أبوه كان متوفي، وهو اللي كان بيرعى أمه لأنه ما كانش عنده أخوات. وأحمد ده كان شغال عامل بسيط في محل ملابس، وكان دايما بيسيب المحل في نص اليوم ويروح لأمه عشان يديلها العلاج، لأن أمه في الوقت ده كان عندها أزمة أنسولين، وأمه في الوقت ده ما كانش ليها أي حد غيره عشان يخدمها. وكان أحمد في الوقت ده شاب محترم وأخلاقه كانت كويسة، معنى اصح كده ما كانش يطلع منه العيبة، لحد اما في يوم من الايام واحمد شغال في المحل اللي هو فيه اتفاجئ بان في راجل شكله غريب جدا داخل عليه، وكان الراجل ده لابس حلق في ودنه وملابسه ما كانتش ملابس رجالة، يعني بمعنى اصح كده تحس ان هو من ضمن الناس اللي ربنا يسهل لهم وخلاص. المهم ان احمد في الوقت ده كان مستغرب من شكله جدا، وكان عنده الفضول جدا ان هو يسأله ان هو ليه داخل محل ملابس رجالي، وهو اساسا الملابس اللي هو لابسها مش هدوم رجالة. واحمد في الوقت ده لما جاب اخره قرر ان هو يروح يسأله، وفي الوقت ده الرجل رد عليه وقال له ان انت ما تحكمش على الكتاب من غلافه، لان انت ما تعرفش ممكن تكون عشتي عاملة ازاي، وقال له ان انا جاي اشتري من عندكم ملابس عشان ببقى احتاجها في المناسبات. وفي الوقت ده الرجل عرف نفسه لاحمد، والرجل ده كان اسمه خالد. وفي نهاية اليوم احمد كان عمال يفكر في الرجل ده ومنظره، وشكله ما كانش راضي يروح من دماغه. ولما روح على البيت وراح لأمه وحكالها على كل اللي حصل، اتصدم جدا من رد فعل أمه وإن هي بتحذره بشدة من الراجل ده، واتضح بعد كده إن الراجل ده أساسا قريب أحمد بس من بعيد. وأحمد كان مصدوم جدا من رد فعل أمه، لكن هي كانت مصممة ما تقولوش على أي حاجة، لدرجة إن هي قالت له إن أنت لو فكرت في يوم من الأيام تمشي مع الراجل ده يبقى لن تبني ولا أعرفك. وفي اليوم التاني أحمد راح على شغله والدنيا كانت ماشية معاه تمام، وبالمناسبة صاحب المحل اللي احمد كان شغال فيه كان راجل عجوز، والراجل ده كان بيحب احمد جدا، لان احمد من يوم ما اشتغل عنده والمحل عاد بيكسب مكاسب كويسه جدا، وكان دايما بيدي لاحمد مكافئات بالاخص عشان هو عارف ظروف امه. وفي وسط الشغل في مكالمه جت لاحمد، والمكالمه دي كانت من خالد اللي امه كانت محذراه ان هو ما عادش ليه دعوه بيه ولا حتى يكلمه. واحمد في الوقت ده كان متردد جدا اذا كان يرد ولا لا، وفي نفس الوقت الفضول كان مخليه عاوز يعرف هو عاوز منه ايه، لحد اما قرر ان هو يرد على خالد. وتفاجئ في الوقت ده ان خالد بيقول له ان احنا في اخر اليوم خارجين انا واصحابي، وكنت عاوزك تيجي تسهر معانا بعد ما تخلص شغلك، وكان بيقول له كده بحجة ان هو عاوزه يفك عن نفسه شوية. واحمد في الوقت ده اتحجج له بحجة ان امه تعبانة وان هو ما يعرفش يسيبها لوحدها، وبالاخص عشان هي ليها مواعيد علاج معينة، لكن طبعا خالد كان عاوزه يجي معاه باي شكل من الاشكال، لدرجة ان هو قال لاحمد انا هبعت لامك خدامة عشان تخدمها في الوقت اللي انت هتكون فيه قاعد معانا. وطبعا خالد ده كانت حالته المادية كويسة جدا، وكان من ضمن الناس الاغنية، وفي الاول وفي الاخر احمد كده كده مستواه مش شبه الناس دي. المهم ان احمد فضل يفكر في الموضوع ده طول اليوم بعد ما قفل مع خالد، وفي نفس الوقت مش عاوز ان هو يزعل امه ويعصيها، وبالاخص ان هي قايله له هتبرأ منك لو صاحبت الشخص ده او مشيت معاه، لكن احمد في الوقت ده حط في دماغه ان هو هيبقى يوم ومش هيكرره تاني، وفعلا راح على المكان اللي المفروض الشخص اللي اسمه خالد ده هيسهر فيه، وكان خالد في الوقت ده بعت لامه خدامه زي ما هو قال له. لكن احمد اول ما دخل عليهم في المكان اتصدم من كميه الدخان والشرب اللي هم بيشربوه، ده غير ان هم اساسا
الرجالين كانوا بيمارسوا أفعال مش كويسة. وفي الوقت ده أحمد شاف واحدة دخل عليه وقامت سحباه من إيده وفضلت تسحبه بالكلام واحدة واحدة لحد ما أحمد ضعف ووقع في المعاصي. وطبعا أحمد في الوقت ده هو كمان شرب وعاد مغيب عن الوعي لحد ما أغمى عليه ومصحاش إلا تاني يوم. وفي الوقت اللي هو كان صاحي فيه ما كانش عارف هو فين ولا إيه اللي حصل. وواحدة واحدة بدأ يفوق وبدأ يفتكر اللي هو عمله في ليلة امبارح. وللأسف الشديد بعد فترة أحمد الموضوع ده عجبه جدا وعاد بيروح يسهر مع الشباب دول كل يوم ويشرب مخدرات، وده طبعا غير المعاصي اللي كان لليها لأول ولا آخر. وأم أحمد لما عرفت كانت غضبانة منه جدا لدرجة إن هي كانت بتقعد تعيط طول الليل، لكن هي عشان كانت ست كبيرة وتعبانة ما كانش في إيديها أي حاجة عشان تعملها. واللي كان معذبها أكتر إن هي شايفة ابنها بيتدمر قدام عينيها. والموضوع فضل ماشي ومستمر على الحال ده لفترة طويلة جدا لحد ما في يوم من الأيام كان أحمد والشباب دول قاعدين وكانوا زهقانين جدا، وكانوا في الوقت ده كلهم سكرانين. فقام واحد من ضمن الشباب اللي كانوا قاعدين عشان يعمل أي حاجة تسليهم، وقام راح جاب طفل من الشارع واعتدوا عليه بالضرب. وده طبعا غير الأفعال اللي ما ترضيش ربنا اللي عملوها معاه. والطفل كان عمال يصرخ بعلو صوته لكن للأسف ما كانش فيه أي حد سمعه إطلاقا، لدرجة إن الطفل في الوقت ده مات في إيدهم. والموضوع برضو كان لسه بالنسبة لهم عادي وكأنهم ما عملوش أي حاجة، لأ ده كمان قرروا ياخدوه ويدفنوه في حتة بعيدة. وفعلا عملوا كده وأحمد روح على بيته. لكن الصادم هنا لما تعرف إن السبب الرئيسي في موت الطفل ده هو أحمد، لأن في الوقت اللي الشباب دول كانوا بيعتدوا عليه فيه أحمد راح جايب سكينة وطعن الطفل. وأحمد في اليوم ده أول ما وصل البيت ودخل وتلاقى أمه عمالة بتعيط، وبالأخص إن اليوم ده كمان الخدامة ما كانتش جات لها فيه وما كانتش أخدت أي علاج ليها، راحت تنده لأحمد في الوقت ده عشان يجيب لها العلاج، لكن أحمد ما كانش معبرها ولا كأن هي موجودة. لحد ما مرة واحدة أخدت بالها إن أحمد راح مسك شاكوش ولف وشه ودخل عليها. وأمه في الوقت ده قعدت تقوله أنت هتعمل إيه يا ابني، وقعدت تصرخ. وأحمد في الوقت ده راح عليها وقعد يخبطها بالشاكوش لحد ما ماتت. وطبعا هو في الوقت ده كان سكران ومش فايق. وأحمد في الوقت ده ساب جثة أمه في البيت لحد ما ريحتها طلعت ومحركهاش ولا عمل فيها أي حاجة ولا حتى فكر إن هو يدفنها. وفي الوقت ده أحمد كمان كان بطل إن هو يروح شغله، والراجل صاحب المحل اللي أحمد كان شغال فيه سأل الناس كلها عليه لكن محدش كان عارف عنه حاجة. والراجل في الوقت ده قلق لا يكون حصل له حاجة وراح عمل بلاغ في اسم الشرطة. وطبعا البلاغ ده كان معمول على أساس إن أحمد متغيب وممكن يكون حصل له حاجة. والشرطة أول ما وصلت على بيت أحمد عشان تشوفه موجود فيه ولا لا، اتفاجأت بجثة أم أحمد مرمية في البيت وأحمد مش موجود، وكان شكلها في الوقت ده صعب جدا جدا. وبعد ما عملوا تحرياتهم عرفوا إن أحمد هو اللي قتلها، وبعدها قبضوا على أحمد وقبضوا على كل الشباب اللي كانوا بيسهروا معاه. واتحكم في الوقت ده على أحمد وعلى الشباب كلها بالإعدام، والكلام ده طبعا بعد ما اعترفوا إن هم كانوا قتلين طفل كمان ودفنوه. وفي اليوم اللي هيتم فيه تنفيذ حكم الإعدام على أحمد دخل الراجل اللي هينفذ حكم الإعدام فيه وقال له أنت نفسك في إيه قبل ما تموت. وفي الوقت ده الراجل كان فاكره هيقول له هصلي أو هعمل أي حاجة عشان ترضي ربنا، لكنه اتفاجئ برد أحمد الغريب وإن هو عاوز سيجارة. والراجل في الوقت ده اتصدم جدا وطلع قال للمسؤولين على طلب أحمد، لكنهم رفضوا وقالوا له نفذ الحكم بسرعة لأن الشخص ده ما يستحقش إن هو يعيش دقيقة واحدة. وطبعا الراجل اللي هينفذ الحكم ما كانش عارف إيه هي قصة أحمد، لكنه نفذ الحكم في النهاية. لكنه بعد ما عرف قصته قال إن هو لو كان يطول يفصل جسمه حتة حتة عن بعضه كان عملها. والقصة دي بتوضح لك إن صحبة السوء والمشي البطال ممكن يوصلوا الواحد لأبشع شخصية، بل كمان هيوصل به الحال إن هو مش هيضر نفسه بس، لأ ده كمان هيضر أهله. وبكده نكون وصلنا للنهاية. أتمنى تقول لي رأيك في التعليقات وتشترك في القناة عشان هتشوف عالم كبير جدا من القصص الغريبة. وأشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.